ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لأكثر من 21 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2019. مصر ثانية أكبر دول الشرق الأوسط جذباً لاستثمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وارتفاع أسعار الوقود في شمال سوريا مع تراجع درجات الحرارة واستمرار العدوان التركي. مشاهدينا أهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل وإلى التفاصيل، حيث أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 21.3 مليار دولار بنسبة صعود بلغت 2.3% عن الفترة المناظرة من العام الماضي. من ناحية أخرى، أعلن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع قيمة صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال العشرة أشهر الأولى من 2019 لتسجل نحو 253 مليون دولار، واستحوذت خمس دول على 77% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 106.7 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها ليبيا واليمن والمملكة العربية السعودية والسودان. أعلنت وزارة الاستثمار أن مصر احتلت المركز الثاني بالشرق الأوسط في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، حيث أبرمت 27% من إجمالي صفقات التمويل في المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019. ذكرت الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد إطارا جديدا لاحتساب معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، حيث تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة. يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات اليوم تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية بالمرحلتين السابعة والثامنة. ينتهي الجهاز كذلك من تسليم قطع الأراضي في المرحلتين في أبريل 2020. في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان أن جهاز مدينة العبور الجديدة يبدأ في الخامس من يناير في تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان الأكثر تميزا وذلك حتى 11 من فبراير. ونتحول للبورصة المصرية، حيث تراجعت مؤشراتها خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 691.6 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي جي اكس 3 بنحو 0.89%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 7 بنسبة 0.32%. أكدت وزارة المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. أضافت الوزارة كذلك أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية
وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات. نتحول لمصلحة الضرائب المصرية، حيث قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر من خلال الاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 أو 2030. وأضاف رئيس المصلحة أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية، ستؤدي إلى تغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة. ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي قد أكد لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أن البنك سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان. أوضحت الخارجية السودانية أن حمدوك قد التقى في واشنطن مع رئيس البنك الدولي الذي أكد أنه يتواصل مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون في إطار مبادرة نادي باريس. في سوريا، تسبب تراجع درجات الحرارة والعدوان التركي على شمال البلاد في ارتفاع أسعار الوقود، وأصبح المواطنون يشكون من صعوبة الحصول على وقود التدفئة وكذلك صعوبة التحرك من مكان لآخر. الشتاء يزيد عبئا جديدا على كاهل سكان شمال سوريا الذين يعانون جراء القصف التركي، حيث أدى تراجع درجات الحرارة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وبات السوريون يشكون من صعوبة الحصول على وقود التدفئة وكذلك صعوبة التحرك من مكان إلى آخر. ونتيجة لذلك اتجه الكثير من المدنيين إلى الاعتماد على الأخشاب والبلاستيك للتدفئة. الناس انضرت كتير، وبعدين غلاها المازوت وغلاها البنزين، على ما عندها تدفئة تدفى يعني هلأ بهالوقت، وصار يعني المازوت صار ب700، بسوق السودة ب900 وب1000 لحتى، والبنزين كذلك الأمر، يعني حتى الآليات ما عاد تحسن تتحرك مشان هالشيء غلى الأسعار. حتى المحروقات بشكل عام غالية، حتى جرة الغاز عم توصل لأيد مواطن 7300 ليرة، والمازوت غالي جدا، العالم عم تدفع الحطب، وحتى في عالم ما بتحسن تشتري حطب. وبعد أن غزت تركيا شمال سوريا، تسبب القتال في قطع الطرق عن شرق البلاد، حيث معظم حقول النفط وعرقلة توزيع الوقود، مما ساهم في رفع الأسعار. الغلاء كان غلاء فاحش جدا، يعني أثر، وخاصة أجى في وقت شتاء، العالم مضطرة للتدفئة، مضطرة تشتري مادة المازوت، وزاد الطين بلة كمان، يعني هو السبب الرئيسي كان هو معركة نبع السلام يلي هي بشرق الفرات، انقطع الطريق المحروقات يلي بيصل للمحرر بشكل كامل. وامتدت الأزمة إلى تشغيل المستشفيات، حيث أصدرت الإدارة الصحية في إدلب بيانا مؤخرا قالت فيه إن عدم انتظام تسلم الوقود سيؤدي إلى كارثة صحية، لأن بعض المستشفيات لم تعد قادرة على العمل. أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار لتنشيط اقتصادها الذي يعاني من صعوبات. وأشادت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا بالتقدم الذي حققه الرئيس الأوكراني وحكومته في الأشهر الأخيرة من أجل دفع الإصلاحات والمضي في السياسات الاقتصادية السليمة. ويخلف هذا القرض آخر بقيمة 3.9 مليار دولار كمنحة في ديسمبر، وجاري تسديد دفعة أولى منه بقيمة 1.4 مليارات. أعلنت مصلحة الدولة الصينية للجمارك أن الصين قد حققت نموا ثابتا للتجارة الخارجية خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الجاري، متوسعة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.14 تريليون دولار. ذكرت المصلحة أن الصادرات قد قفزت بنسبة 4.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.25 تريليون دولار، مقابل واردات ب 1.88 تريليون دولار، بفائض تجاري نسبته 34.4% على أساس سنوي.
ما زلنا في الصين والتي استوردت 45.74 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر بارتفاع نسبته 0.5% من 45.51 مليون طن في الشهر السابق وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين. وارتفعت واردات المنتجات النفطية بنسبة 8.1% ووصلت إلى 2.4 مليون طن، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 46.1% ووصلت إلى 7.31 مليون طن. إلى المكسيك والتي أعلنت أنها حققت أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ 1987 في حقل كيسكوي بولاية تاباسكو المطلة على خليج المكسيك. ومن المخطط أن يحوي الحقل 11 بئرا وأن ينتج 69 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020. و110 ألاف برميل من النفط و410 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في عام 2021. حذر تقرير إعلامي لوكالة بلومبرغ الأمريكية من توجه أصحاب الأعمال والشركات للاستعانة بالإنسان الآلي أو الروبوت بديلاً عن العنصر البشري في إنجاز مهم ومهام روتينية داخل العديد من الصناعات المالية والتجارية. أكد التقرير أن انتشار استخدام الروبوتات تسبب خلال الفترة الأخيرة في ميكنة عشرات الآلاف من الخدمات والوظائف وإزاحة الأشخاص المعنيون بإدارة جدوى ومخاطر الاستثمارات المالية من وظائفهم مقابل الاعتماد على الروبوت الذكي. أوضح التقرير كذلك أن تنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تسبب في خلق تحديات عدة لما يقرب من 6.1 مليون موظف في قطاعي المال والتأمين عالميا. إذن انتهت النشرة مشاهدينا، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 21.3 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019. مصر ثانية أكبر دول الشرق الأوسط جذباً للاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وارتفاع أسعار الوقود في شمال سوريا مع تراجع درجات الحرارة واستمرار العدوان التركي. شكراً مشاهدينا على طيب المتابعة، ابقوا دائماً معنا النيل الأقرب إليكم. تحياتي.